قولي نرجع سوا، بعدك ببالي وبعدك يا غالي يحرم علي. شقيق نوال الزغبي يكشف تفاصيل جديدة عن مرضها الذي أدخلها المستشفى. قلق كبير سيطر خلال الساعات الماضية بين الجمهور على صحة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بعد انتشار أخبار عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة قبل لحظات من صعودها على المسرح لإحياء حفل بسوريا، وهو الأمر يلي أجبرها على التوجه مباشرة للمستشفى بعد الحفل والخضوع لفحوصات طبية. وللوقوف أكثر على صحة النجمة اللبنانية نوال الزغبي وحقيقة الأخبار يلي تم تداولها عن تعرضها للتسمم بسوريا، كان لنا اتصال مع شقيقة ومدير أعمالها مارسيل الزغبي، وهيدا يلي كشف لنا إياه. نوال صارت بخير، أحسن بكتير، وبعد عم تعمل الفحوصات. وقفنا أكيد السبت وأحد والتنين، الله راد بكرة حنترجع تكمل الفحوصات. وبس بدي أقول شغلة، إنه في كتير مواقع عم بتقول إنه نوال تسممت بسوريا، مش مزبوط الموضوع. نحن من وقت اللي وصلنا على سوريا كانت نوال بلشت عوارض قبل ما تاكل أي شيء وقبل ما تشرب أي شيء أساسا، مش مزبوط الموضوع اللي عم بيتداولوا فيه بعض المواقع إنه نوال تسممت بأوتيل الشيراتون. مش مزبوط أبدا هذا الكلام، ونوال على تحسن والحمد لله على كل شيء. منشير إلى أن الفنانة نوال الزغبي كانت طمنت الجمهور على صحتها يوم أمس، وكتبت عبر صفحتها الخاصة على تويتر: الحمد لله صرت أحسن ومرأت على خير، خرجت من المستشفى، شكرا لكل شخص اطمن عني، بحبكن كتير. ومن ناحية تانية عم تستعد النجمة اللبنانية نوال الزغبي لإطلاق ميني ألبوم جديد بيحمل اسم عكس الطبيعة.